السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام لمنتين أصحاب تميل كستو أدونك أكجوكتين سو دواد كسو دواد جنال كينا جمعة مباركة أذن الله أصحاب تيد غالقة لمنتين جمعة جماعة المسلمين وحايد الله صلق النبي قبضي عليه الصلاة والسلام سيدو كلا سورة الكهف أقرستا أما يعني قرق قدارتا لإنه حواي النور وما بين جمعتين ما شاء الله تبارك الله أصحاب تيد السو دواد وانت فيديو غين حقوق هاد لينا تيمها تيمها قوآيان ون بحينين هوس كسو سيسيبين وججبايان ضعيف كه ما دام قبلها جنر كحرن بدن كود اكسو شيكتا تيمها يعني ان تيمها كقوآيان او تيمه يعني بحينين ما كمان تا فيديو غان اذن كاسكال احبابي وحقوق تلقلي قبلها ان جنر كحرن او تيمها كقوآيان او يعني دائما اسوي ديان يعني محا حل اسو دهان ان حلقة واكنا ان شاء الله اسحابتي دقالي ايمان توحا اذن هاي علاج أو تمها أوفيعن تمها إن جوتنك كاستاجناي هادنا وحوس مينا إن علاج كانت توت تمها قوة وسيناي وان بحنا وديريناي ما شاء الله تبارك الله داون واي تنتو حواي إن وديريناي قوة وسيناي ما شاء الله وانا بدنايا مركزور ولا أصحابي دخلك إن شاء الله كفائدة است واكن أصحاب علاجك وحواي إن حب رشاد واي أما حبة الرشاد وحواي علاج أو متكامل إيه ما شاء الله إن وحواي عربته حيدهان صيدلية كاملة إدهان معناته وحواي إن فرمشية كامل واي وحواي يعني علاج أو دمستر واي داو دمستر واي هذكر وحواي فيديو كسو سمي أو سفي عن أو صو هطلي أو دبرحنونك إعادة ورير كي وحيابها ستوت يعني كاسة تداو ويهي ما شاء الله لكن هذا وحن كهطلينا تمها قويتانك إنه أدي أدو في عيهي أو نريناي أو قوض نسيناي ما شاء الله أصحابته magciisa oo english nu xaaladaha garden cress seed salaha intaan ibso qoraya insha allah arabiga nu xaaladaha habat rashad ama hab rashad af soomaali nu xaalagu dhaha shanfax sida uu egeyeen fashashada idin soo saaray insha allah si aad si fiican ugu aragtiin waa kana asxaabta hab rashad ka sidaan uu egeyay miraha swaayo yarka ah een marka saliidan ka sameysanayna waxaan ka qaadanayna hal qaado oo weyn qaadana hadda marka waa yartahay waxaan ku darsanayaa wax yar oo kale ku darsanayaa عشان قاعدة وايرتها قاعدة وين وحولك ما كنت رصنا سليدة استعمالين وحوي سليدة أو سيتون كمركو حنك قاعدة هنا هل بكيري أو سليدة سيتون كإيه يعني قياستي هل بكير عملان قاعدة هنا سليدة سيتون كنا وحوي إلا بدل ما أها أو سليد كل لوج بدل مركسان أو كل وحلو قصنا عيو وحجر قبل إيه هاي محنكو بدلنا سليدة سليدها مقمر كولس قصاي وحوي وحقو في عن سليدة سيتون كإن لوج قصتو لأنه سليدة سيتون كوحوي ما شاء الله فيتامين اي اللي هذا هي يعني سليد الزيتون كادي ادي تمام او في عنتاي لكن وحواي مركه او لا سميسناي سليدها مقمر كه او ماسكات كلا دغناي وحا في عمل سليد الزيتون كلا استعماله ان سليدها مقمر كه او وح لو قصاي ان لو استعماله مركه كلا سليد الزيتون كوحواي او تمام توس لو استعماله ما فينا لانه وحواي سليد الزيتون كتمام غودها ما او غشو ان تمام وحواي غودها ما او غليس كور ليك صار ميسا هذا ما قصايا سفي عنا سوق قصايا مركا سفي عنا قصة كدي به هذا ما حسمينا يا أنحرة يا وضوبة يا مركا هذا ما تناسلي دي أنسو حرة أو يعني إسكالس أنسو قلي إسكالس أنقصو ضوبة إسكالس مركا هو إسكالس قاس وإيه مركا أو سليدها أنسمينا اللي ينكسان وكلا أو كشتوا يعني وحاول تلاقى لي سليدها لأن أنا كضوبة يعني إسكالس ما أهن أو لقول بستماء أهن أو لاستعماله مركا حاول تلاقى لي سليدها لأن أنا كحرتو وحواي أدي وحي أربتي ذاك وحرك رتاي يعني أهم شيء وحواي سريد دين وح أو إفتين كقرناي أو مدو إنا كحرت أما وح استعمال كرتاي إن ورق ألمونيوم أما مرة مدو استعمال كرتاي أما إسكالس استعمال كرتاي مهم كوحواي يعني سريد دين إفتين كلا قري يقرح ذي وحيا لس لا قري كدي بنا أرماجة تجي كذا لجلينايا مال مقدي هالربعين لجليو مالن كستنا وحواي إن أضف فرن أروح يسامرك وأسوق قبلنا وأروح يسفي عنا أروح كدبنا وأرورنا بوس كذا كعلنا إفتين كا كإلالنا إلا أدي وحي كو قصنان إنسا إن أفر بري شم بري ميلاس يكو قصنان إيكا بعد إن ستة وصاب استعمال كرتا لأن وحواي حبرشات كاميرا أو وحواي أو يريرو أد ويرواي أو إسلام مركا وركا دلالايو مركا مقباهنو إسبوع إيكا بضن بإنو قصنان يعني أفر بري شم بري أو كو قصنان دا أكو كفلن كدي بنا ستة وصاب استعمال إيسا صوتها قدوبة إن وحواي علشان إن أو إفتينك أو كود عنا الرباسليد مركا يعصب تهي أو كو لسمينا ولا قصاي وحالي إلا ليا إفتينك عشان إفتينك وحو سبب عيا إن فيتامينات كأسريد إني هوس ولعده مركو حواي مركي أسريد لقصة ولا سمينا وحال ربع إفتينك إن لقي إلاليو أو لقو حر ورق ألمونيوم أما إن أي شيء أو مذو أو كقرناي إن قرحة أما إفتينك كقرناي الله وتلقى إن شاء الله سيد هاد السريد داني تدأكتيد تال أسريد سيتون كواتنا دارد هاد إكو جرت دلع عد معها أسريد لقد إحركاي وحواي دلع أو مجد إهواي أو مذو واي أو سريد بقى لقى أركين
marka saliidaha waxa waaye waxaa lagu xafidaa oo lagu shubaa dhalooyin oo madow lagu shubaa oo mugdi ah oo saliidda yacni iftiinka ka ilaalinayo. sidaa u isticmaalaysidna waxaa waaye tintaadoo nadiif ah aa ku shubaysaa, waa ku shubay si fiican ugu shubay, waa ku masaajeynaya marka si khafiif ah ugu masaajeynaya, kabacdina baca ku xiraysaa. marka waxaa ku haysanaysaa 4 saac, 3 saac, 2 saac, yacni saacadaha markaa dheereysid kulima oo saacadaha aa dheereysid faa'iida helaysaa. waxaa fiican yacni inaa ilaa 4 saac hadaad 5 saac waa ku haysan kartaa, 6 saac waa ku haysan kartaa. kadibna waxaa waaye shaambo yar oo khafiifa isaga dhaqay isbuucina waxa waaye timaha haddii aad ay kaa go-aayaan 2 jeera isticmaalaysaa, ama tintaada haddii oo yacni go-itaankeeda ay aada usii weyneynna isbuucii 1 mara isticmaalaysaa. timaha aadka u go-aayaanna waxaa u badan inay sabab u tahay qofka inuu xadiidka uu ka maqan yahay ama birta ay ka maqan tahay. sidoo kale qofka markii uu dhiigga uu ku yaryahay oo kale timaha waa ka go-aayaan. waxaa kale oo timaha go-itaanka sababa gabadha markay umasho kale waaye waxaa u imaado go-itaan oo timaha aad u badanaa u imaado, kaasna waa sababaya. waxaa jiran vitaminaad la qaato, waxaa jiro vitamin B2 alifaa jiro oo la qaato. markii markaasoo kale adi aa umashay oo umasha kadib aa isku aragtid inoo timaha aadka ay kaa go-aayaan, waxaa la qaataa vitamin, waxaa jira B2 alif aada ugu fiican yahay qofka markaasoo kale inuu qaato. xadiidka sidoo kale ama birta vitaminka hadda kahor idin soo sheega oo biotinkaasna waa fiican yahay timaha markay aadkaaga go-aayaan, timaha waa kuu istaajinayaa. yacni waxa waaye vitaminaadkan in la fiiriyaa la rabaa. haddii laakiinse aad dhahda tintii waa iga go-aysaa bas la dhahdado waxba vitaminaad aan raadinin, tinta waxa waaye ma istaagayso, waa sii darsanaysaa, hadhow waxay kuu sababaysaa bidaar. bidaarna waxa waaye gabdhaha ma ku fiicin, nin iyo naag bidaar ma ku fiicina. marka waxaa fiican in la dadaalo oo xal loo helo oo la raadiyo xalkooda. waxaa kaloo xabarashaadka loo samaystaa oo timaha go-itaanka u fiican. isla xabarashaad kale waxaa ka qaadanaya 1 qaado, 1 bakeer biyaa ku shubanay, digsiyaa ku shubay, marka dibkaa la saaray. markii wax yar uu soo karo yacni 5 daqiiqa meelahaas uu soo karo wuxuu noqonaya wax uu jiijiitamaayo leeyahay, jiil uu soo bixinaya, jiilkaasaa marka waa ka miirinaya, isagoo kuleelkaa ku miiraysaa. marka markii wax yar kuu qaboobo timahaa ku shubanaya, maaska uga dhiganay, wax yaraa ku masaajeynay, bacaa ku xiray. marka sidoo kale asna waxa waaye 4 saac camalaa ku haynay, kadibna waa iska dhaqaysaa shaambo yar oo khafiifa isaga dhaqay. insha allah waxaan oblan ee videoga dambe, videogana like iyo share dhaha, liketaa ka tegana insha allah asxaabtayda qaaliga ah, liketaa halmaamina. waxaan oblan insha allah videoga dambe, waxaan idinkaga tegayaa khayr badan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.